بسم الله، هذه الشهوة ديال الحوت الفرح. غادي نبدا معكم المقادير. عندنا هنايا شويه الفرخ، هو هذا ما فيه لا شوك لا والو. عندنا حبه ديال المطيشه محكوكه وحبه ديال المطيشه طعمش باش نزوقوها، وشويه البطاطا نص سلقه، بطاطا نص سلقه غير زياده. وغادي نديرو شويه الثومه محكوكه وشويه الابزار والتحميره، الكمون، القزبر ومعدنوس مسحوقين، شويه الزيت، الملح، الزيتون عادي، والليمون مصير، وكاينه الحامضه، وكاينه فلفله حمراء وفلفله خضراء الا كاينين، ما كاينينش بلاش. وهادو هما المقادير. نبدا نعاود معكم تشوفوا مزيان. هادو التوابل كاملين، غدو على بركة الله. غنجيب دابا الطاجين باش نبدا نستف، ساهل الطريقة وفي أي وقت في أسرع وقت توجد ليك. دابا غنستفو البطاطا هنا في الطاجين، غديرها نص سلقة، بخليت شوية المرقة ديالها باش ما تلصقش غنطيبها على البوطة. أسهل الطريقة. دابا غادي نبدا نشرملو الحوت. بسم الله، غنبدو المطيشة محكوكة، الثوم، شوية الكمون، معلقة صغيرة عينك ميزانك، شوية الإبزار، التحميرة، الملح على حسب الذوق. تنديرو شوية الزيت نص كاس تقريبا، كنديرو المعدنوس والقزبر مخلطين مقطعين رقيقين ولا مطقوقين مع الثوم، نخلطو الكل. تنخلطو الكل، تندو نرقدو فيه هاد الفرخ، راه زوين ما فيه لا شوك لا والو. نخليه واحد شويه عاد نستفو فوق البطاطا اللي درنا، وراه تقريبا في قسمين في المكانه كيطيب. نخليه عاد نرجع معكم. دابا نجيبو الطاجين، غنبداو نستفو فيه هاد الحوت فوق هاد البطاطا هكذا. صافي، تنديرو هاد لاصوص فوق منو هكذا باش تنزل. وغادي نبداو نديرو مطيشة في الجناب هكذا. تنديرو الفلفله الخضراء من الفوق، عاود الحمراء من الفوق هكذا، كنزيدو الزيتون من الفوق حتى هو، كنديرو هاد الطرونش ديال الحامض هكذا. وغادي نديرو فوق فوق الفرن عافيه مهيله حتى يطيب على خاطرو وحنا سالينا. وغادي نزيدو هاد الشرايين مهيله اللي باقا. وحنا سالينا دابا، وهاد الحامض حتى اللحر ملي يطيب عاد كنعصروه نديرو فوق منه. دابا البوطه شعلناها، غادي نحطو الطاجين ديالنا. شتي تبارك الله تحفه. نغطيه ونخليه حتى تطلع عليه الغليه، نشعلو العافيه بجهد، وملي طلع الغليه نقصو عليه ونخليه تيتشحر. دابا هي العافيه خليتنا عليها حتى يطلع الغليه، عاد غنقصو عليه. دابا غنزيد واحد الفليفلات،
هو بدا بدا تطلع معاها شويه الغاليه، ريحته بدات كتعطي. كنزيدو هاد الفليفلات وتشوما شتي، هو غادي دابا كيطيب. نخليوه على خاطر خاطرو، ملي غطلع الغاليه مزيان غادي نقص عليه العافيه ونخليه يتشحر. دابا غادي نديرو شويه الحامض هكذا فهذا، وغادي نحبسو هنايا. يلاه بالصحه والعافيه، تبارك الله عليكم.